قبل ما نبدأ الفيديو، أي واحد عنده الجهوي سواء سيزيام أولا باك أو باك حر علمي، كنقترح عليك هذا الكورس ديال مادة الاجتماعيات اللي صوبته أنا. بهذا الكورس غضبط هذه المادة، غضبطها بزاف ديال المشتركين ضبطوها في قل من سيمانة. هذا الكورس فيه دروس، مصطلحات، ملخصات، منهجيات وتمارين، وفيه استعداد شهر كامل للجهوي. غينفعك في هاد المده اللي بقات للجهوي، وهو الكورس الوحيد اللي في هاد الماده في المغرب. فاللي بغى يشري هاد الكورس يتواصل مع المكلف على هاد الرقم هذا في الواتساب. سلام، انا معاد احبوش. من الاخر الكاتب سميتو احمد الصفريوي، الكتاب سميتو لابوات اميرفي، اتكونوا عارفينها بلا ما نحتاج نقول لكم. علبه العجائب، واحد طاسه صغيره فيها بزاف ديال الحوايج ما عندهم حتى معنى حتى قيمه، ولكن اللي داير ليهم هاد الشان هذا كامل هو سيدي محمد. احمد الصفريوي في هاد القصه هادي غيرجع بالزمن اللور، غادي يرجع لفاش كانت عنده 6 سنين، ما عندوش صحاب، واحد دري وحيد ساكن هو وامو لالا زبيدة، واحد المرأة زوينة الله يعمرها دار، وراجلها عبد السلام، ساكنين كلهم في دار الشوافة. دار الشوافة ساكنة فيها واحد الشوافة كانوا مسمينها خالتي كنزة. دار الشوافة ساكنة فيها حتى لالا رحمة اللي عندها بنت سميتها زينب، وهي كبر من سيدي محمد بعام، هو عنده 6 سنين وهي عندها 7 سنين. وسيدي محمد ما كانش كيحمل فيها الزغبة هاد زينب، هادي بنت لالا رحمة. راجل لالا رحمة سميتو دريس العواد. العائلة ديال سيدي محمد والعائلة ديال زينب بجوج بيهم مجموعين في دار وحدة اللي هي دار الشوافة. هاد الدار هادي جات في واحد الزنقة مضيقة. المهم النمط ديال سيدي محمد هو انه كل نهار كيمشي في الصباح للمسيد باش يقرا القران. الفقيه كان كيقريهم واحد الفقيه اللي كبير في العمر وديما طالع عليه الزعاف. هاد المسيد كان في درب النوالة، تكونوا عارفينه، الفاسيين يكونوا عارفينه، درب النوالة واحد الدرب كاين في فاس. المهم سيدي محمد كيف ما عارفين حنا واحد الشخص اللي وحيد ما عندوش صحاب ديب، وهاد الوحده ديالو خلات عنده واحد الخيال واسع. هاد لابوات اميرفي راه فكره من الخيال ديال سيدي محمد، فهو كان عنده مركب نقص، هاد لابوات اللي فيها الغلاقات والخرقات والصداف يعني غير التخربيق، ولكن هو رد منهم شخصيات اللي عندها قيمتها، فهو كان خالق واحد العالم ديالو بوحدو. واحد الحاجه اللي ما كانش كيحملها سيدي محمد واللي هي لو بامور، الحمام. مو كانت ديما كديه الحمام وكيطولوا فيه بالسوايع، وهو ما كانش كيحملو وكيدوز عنده نهار خايب الا مشى للحمام. بحال ملي كنتي انت صغير وكتجرك امك تمشي للحمام وانت ما حاملش، فهكا كان سيدي محمد. واحد الحاجه اللي لاحظها سيدي محمد في الام ديالو ووصفها لينا، على انهم من مورا ما كيجيو من الحمام كيرجعوا من الحمام كتبقى تعاود هي وصحاباتها على شنو وقع في الحمام، شكون اللي دابزات، كيفاش داز الجو ديال الحمام وداكشي. فهما ديما من مور الحمام كيتجمعوا العيالات اللي منهم لالا زبيده، ويبقاو يدويو على شنو وقع في الحمام، وكل وحده كتقول شنو دارت وحتى شنو شافت. وغيوصف لنا باللي لالا زبيده الام ديالو كانت ديما كتباها قدام صحاباتها بكونها من سلاله ديال الشرفه وجدودها احفاد ديال الرسول وعندها الحساب والنسب. هي ديما كانت كتباها عليهم وكتقول لهم انا بنت النسب والحساب والشان والمرشال. مهم هادو شي حوايج وصفهم لنا سيدي محمد على الام ديالو. غيجي واحد النهار وغدابز لالا زبيده ولالا رحمه يعني الجارات، غيدابزوا على النوبه النشير ديال الحوايج، وبداو كيتعايروا ويتسبوا ويقلوا العرض والحياء. نتوما عارفين المدابزات ديال العيالات في المغرب كي كتكون. فسيدي محمد كيوصف في القصه باللي تصدم من هذا الجيست، هذا تشوكا من السبان ديال لالا رحمه ولالا زبيده اللي هي الام ديالو. غادي تدوز هاد الواقعة هادي
وسيدي محمد غيكون عنده نهار 3 امتحان عند المسيد، غيجي نهار 3 وسيدي محمد ما بغاش يمشي حيت خايف ما يعرضش داكشي اللي حفظ العام كامل. سيدي محمد غيصطانع المرض ديالو. داك النهار جات عندهم واحد المرأة كانت صاحبت لالا زبيدة وجارتها القديمة اسمها لالا عيشة. هاد لالا عيشة هادي شافت لالا زبيدة مقلقة، قالت لها مالكي؟ قالت لها سيدي محمد واقيلا بحال مريض حيت ما قدش يمشي للمسيد، ولكن هو سيدي محمد غير ما بغاش يمشي حيت خايف لما يعرضش داكشي اللي حافظ، ماشي مريض غير صطانع المرض. هنا لالا عيشة اقترحت على مات سيدي محمد اللي هي لالا زبيدة انهم يزوروا الضريح ديال سيدي علي بوغالب باش تشرب الماء لسيدي محمد داك الماء ديال الضريح على وعسى يتشافى. بقات كتقنع فيها لالا عيشة، كتقنع فيها حتى خلاتها تمشي معها وقالت لها لالا زبيدة مرحبا يلا نمشيو لهاد الضريح. مشاو للضريح وبقاو كيدعيو على داك سيدي علي بوغالب، وحق بركة سيدي علي بوغالب داوي لينا ولدنا، راه بغينا ولدنا يولي بخير. بقاو كيدعيو وخلاو سيدي محمد تما حدا الضريح تيدور، فشاف واحد المشى وبقى تيقيس معاها تيقيس فيها حتى قمشاتو، حيت داك الضريح كان عامر بالمشاش وجرحاتو مشى. لالا زبيدة تقلقات حيت شافت هو اصلا مريض وعاد زاد جرح جرحاتو مشى. مشى للدار وباه قال لمو ما تخليش غدا يمشي للمسيد راه مجروح ومريض وما مشاش. فرح سيدي محمد ملي ما مشاش، وفرح حيت جاتو مع العطله نيت غيجلس يومين متابعه. الغد ليه فاقوا في الصباح وصبحوا على بعضياتهم الجارات يعني الصواب، وفاطمه البزيويه جارتهم اللي ساكنه حدا لالا زبيده ساكنه اونفاس معاها جايبه سفنج لسيدي محمد. شويه غيجي دريس المتعلم ديال عبد السلام، ماشي دريس العواد راجل لالا رحمه، دريس المتعلم ديال بات سيدي محمد اللي هو سي عبد السلام. فهاد دريس المتعلم جا باش يدي لهم التقديه لمرات سي عبد السلام لالا زبيده مات سيدي محمد، ويدي السلعه من الدار للمعلم ديالو سي عبد السلام. فجا وصل التقديه وهز داكشي اللي كان خصو يهز ومشى في حاله. شويه جات رحمه وخنات داك الدباز ما بينها وبين لالا زبيده، جابت لسيدي محمد واحد اللعبه على شكل فيل صغير وفرح به سيدي محمد، وزادو على التويشيات اللي كان كيجمع في لابواط اميرفي. من بعد غيجي نهار الجمعه مشى سيدي محمد للمسيد في العشيه، يعني راه جلس يومين تقريبا مشى للمسيد في العشيه. سيدي محمد غيوصف لنا باللي ملي قال لهم الفقيه في الاخر ديال الحصه سالينا خصكم تخرجوا بحال الا تحرر من شي زنزانه، بحال ملي كتكون شي جوج سوايع ديالك في الفيزيك وكتقول فوقاش غير نخرج انا بغيت غير نخرج. فهكا كان كيوصف لنا سيدي محمد المشهد ديالو ملي قالوا لي قال لهم الفقيه خرجوا. سيدي محمد فاش خرج من المسيد وكان راجع للدار شاف عند فاطمه البزيويه واحد الفانوس شراتو. هو فاش شاف داك الفانوس تبهر ومشى ديريكت لعند امو، قال ليها راه فاطمه جارتنا البزيويه راه شرات فانوس. امو مشات عند فاطمه باش تشوف الديكور وعجبها الديكور، طاحت عليها الفكره حتى هي بغات فانوس، وتسنات حتى جا راجلها سي عبد السلام وطلبت منه يشري ليها فانوس، حيت هما في ديك الوقيته كانوا كيضويو غير بالشمع. فبقات عليه بالهضره الهضره 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 حتى الصباح صافت ليها الفانوس مع دريس المتعلم. من بعد زينب بنت رحمه تلفات، واخا لالا زبيده كانت مدابزه مع لالا رحمه واساتها وطبطبات عليها حتى لقات بنتها. لالا رحمه تجمعوا عندها العيالات وبحال كيشاركوا معها داك الفيلينغ داك الاحساس ديال البكيه. وسيدي محمد هنايا كيوصف لينا باللي هو كان كيشوف داكشي بحال هما راه كانوا غير القلب عامر جاو يخويو على لالا رحمه، يعني راه ما كاين لا شاركوا الفيلين لا والو. سيدي محمد في هاد البيريود هادي فرحان حيت هو ما كانش كيحمل الزغبه في زينب، داكشي علاش ملي تلفات هو فرح. غادي تجمع لالا زبيده هي وفاطمه البزيويه ومشاو للضريح ديال مولاي دريس، وبقاو كيطلبوا باش تبان زينب بنت رحمه.
وفاش وصلوا لقاو زينب تما، حيت ديك البلاصه كيتجمعوا فيها الناس اللي تلفوا شي وحدين اللي كانوا جالسين تما، فلقاو زينب بنت رحمه تما. فاش لقاوها رحمه فرحات ودارت صداقه من اللي لقات بنتها زينب. دريس العواد راجل رحمه مشى جمع دوك السعايا اللي كاينين في الحومه باش يكونوا في الصداقه وياكلوا ويكرمهم. رحمه حتى هي دارت لجاراتها العراضه وكلاو وبقاو كيقشبوا ويقصروا ويهضروا بيناتهم، وخلات زينب مع سيدي محمد كياكلوا بجوج. العلاقه ديال سيدي محمد مع لابوات اميغفي، ديك الطاسه اللي كان فيها خشي فيها الصدافي خشي فيها شي حوايج اللي لا علاقه، كانت واحد العلاقه في شكل فين ما كان مقلق كيمشي يخويها ويهضر مع هادوك اللي كان كيجمع، يعني الصدافي الخراقي، وكيجيب ليه الله باللي كيدوي مع شخصيات، يعني كان خالق واحد العالم بوحدو. فاش لقاو زينب بنت رحمه، فاش لقاوها ودارت ليهم لاله رحمه ديك الزرده ديك العراضه، غنسالي هاد الشابيتر هذا. من مور هاد الشيء سيدي محمد غادي تجر امو معاها باش يمشي ويشوفوا جارتهم القديمه اللي سميتها لاله عيشه. لاله عيشه ديك المراه اللي كانت جات عند لاله زبيده باش تدي سيدي محمد يشرب الماء من الضريح ديال سيدي علي بوغالب. مهم لاله زبيده جرات ولدها ومشى معاها لعند هاد لاله عيشه هادي، وسيدي محمد لاحظ كيفاش ملي جلسات امو هي ولاله عيشه بقاو تينمموا في العيالات وفي الناس ديال الحومه، بقى ملاحظهم كيفاش كيهضروا في الناس. فمات سيدي محمد لاله زبيده اتصيفطو يلعب حدا الزنقه ديال الحومه ديال لاله عيشه، بقى تيلعب مع الدراري اللي تما ولا ديك الحومه، وبقى كيلعب معاهم لعبه عريس وعروسه. نتوما عارفين لعبه عريس وعروسه، يعني كيديروا احداث هكا العماريه داكشي، غتكون حتى نتوما لعبتوها في الصغر، انا بوحدي اللي ما لعبتهاش، واخا لعبه زوينه ولكن فاك. هاد اللعبه هادي غتسالي بالمدابزه، فسيدي محمد كيعاود لنا ان واحد من الحومه كنضرب واحد البنت بنت الجيران، فوقع المشاكل وسالت اللعبه بالمدابزه، وكل واحد مشى فحالو لدارهم بحال ملي كتقطع كره كل واحد كيتشتت لدارهم. واحد شويه غيجي مولاي العربي العلاوي. مولاي العربي العلاوي هو راجل لاله عيشه، جا للدار ديالو بقات كتهضر معاه مراته عيشه، قال ليها شي حاجه وفجاه بقات كتبكي، بقات كتبكي وكتبكي ومقلقه. سيدي محمد ما فهم والو في هذا السيناريو، ولكن نقل لنا هذا الحدث بكل لي ديتاي ديالو على ان مولاي العربي العلاوي غير قال لمراته عيشه هذاك الشيء بقات كتبكي وتقلقات. مين سيدي محمد لاله زبيده واساتها وبقات معاها العشيه كامله. في الليل سيدي عبد السلام مشى للدار ديال لاله عيشه باش يدي مراته وولدو سيدي محمد. الغد ليه لاله زبيده فاقت وعاودات لراجلها سيدي عبد السلام على شنو اللي خلى لاله عيشه تبكي من بعد ما قال لها راجلها ديك الهضره. قالت ليه لاله عيشه بكات حيتاش مولاي العربي العلاوي تخاصم مع صاحبه في الخدمه. انا نقول لكم كيفاش. هاد مولاي العربي العلاوي راجل لاله عيشه كان عنده واحد الحانوت واحد المحل، وكان خدام عنده واحد البنادم سميتو عبد القادر، عبد القادر. وهذا عبد القادر هذا كان باغي يتزوج وخصوه الفلوس، وسلفو مولاي العربي ودار معاه زوين، وواحد الفتره ولا حتى شريكو، قال ليها تولي شريكي في الخدمه انا تايق فيك، ولا شريكو في المحل وما بقاش غير خدام، دار معاه زوين. ولكن هذا عبد القادر هذا ما ردليش فلوسو اللي كان سلفهم ليه مولاي العربي. فمولاي العربي شاف ان الاوضاع غدا وكتتطور لأسوأ، فدعاه واخا دعاه ما صور والو، واللي ربح القضيه وخدا المحل هو داك عبد القادر. سيدي محمد هاد الفتره اللي كيعيش وهذا الشيء اللي كيسمع دابا، الاختطاف ديال زينب ورجوعها ومولاي العربي، البلان اللي وقع عليه ما بينه وبين عبد القادر، فباش ينسى ويرفه على راسه كان كيتانسبيرا من لا بواط اميغفي هذيك الطاسه. وزياده على هذا الشيء كانوا كي واحد الحجايات اللي كان كيحكيهم ليه مولاي عبد الله مول الحانوت، واحد الحانوت حداهم، هذا السيد كان كيحسس سيدي محمد بواحد الراحه حيت كان كيحكي ليه الحجايات. بات سيدي محمد عبد السلام عاود على مول الحانوت هاد عبد الله هذا، جمع مرته وولده وبالصدفه واحد النهار عاود ليهم عليه، قال لهم هاد عبد الله هذا راه واحد السيد غامض ومزكرم، حتى واحد ما عارفه لا فين كيسكن لا ما عارف عليه حتى شي حاجه، كاين بنادم اللي تيقول عليه كاع ملحد
كاين بنادم اللي تيقول عليه راه كيكون في دوك البلايص ديال الضريح ودوك انه مخلصها الحكومه باش يقول هاد الحجيات للناس اللي كيجيو عنده. قال لهم باللي راه انه كيقولوا عليه باللي شي نهار كانوا شافوه في شي زاويه على انه زعما سيد، وقال لهم ان الاغلبيه كيمشيو عنده باش يعاود لهم الخرايف، وبزاف د الناس ما حاملينوش، وحتى واحد ما فاهمو لا شنو الدور ديالو في ديك الحومه، لا شنو هو كيدير، شنو الهدف ديالو من داكشي دوك الحجيات اللي تيقول. سيدي محمد نقل لينا شنو قال عبد السلام على عبد الله مول الحانوت. عبد السلام طبيعة الحال كيعاود على هذا عبد الله بحال شي واحد في الفي بي اي اف بي اي اف بي اي. المهم دازت ايام، سيدي محمد مشى للمسيد وعاود على الفقيه باللي كان داك النهار فرحان وناشط وما قداتو فرحه، ما عطاهم لا عصا لا والو. حيت علاش؟ حيت عاشورة قربت، وملي كتقرب عاشورة قال لنا باللي الاباء كيحطوا الفلوس باش يزينوا المسيد، دونك ما عطاهمش العصا وتعامل مزيان وكان فرحان داك النهار. سيدي محمد حتى هو كان فرحان، وبطبيعه الحال راه الفقيه ما معصبش، دونك سيدي محمد فرحان. ملي مشى للدار ما لقاش امو، وملي ما لقاش امو تقلق بطبيعه الحال، بدا تيسول فين مشات امو. رجعات امو وبدات كتعاود الجارات اللي حداها على القصه ديال لالا عيشه، عاقلين على القصه ديال لالا عيشه وراجلها. المهم عاودت لهم كيفاش تطورت الامور، فمولاي العربي راجل عيشه من مر المشكل اللي داز منه، مراته لالا عيشه باعت ذهبها باش تعاونه وترجع فيه الروح. العيالات وراء كل رجل عظيم امراه، ورجعت فيه الروح باش يخدم من جديد ويفتح محل اخر. غير سالت لالا زبيده الهضره ديالها والنميمه ديالها على لالا عيشه، تسمع واحد الغوات ديال البكا، يعني شي واحد تيغوت، بغاو يعرفوا شكون هذا اللي كيغوت، مناش جاي هاد الغوات هذا. واحد الجاره اللي غوتات، علاش؟ حيتاش الحلاق اللي في حومتهم سيدي محمد بن طاهر، هذا الحلاق ديال الحومه ديال سيدي محمد، هاد سيدي محمد بن طاهر جاتو سكرات الموت فمات. مين سيدي محمد لالا زبيده مشات تعزي مع جارتها مرات الحلاق، فمشى معاهم سيدي محمد حتى هو. وفاش رجع بداو كيتخيلوا ليه شي حوايج اللي في شكل، بدات كيتخيل ليه الموت، كيفاش كدوز الموت، الدفن، مراسم الدفن، عذاب القبر، والحوايج اللي كتخوف. فداكشي اللي كان هو عارفه في عقله كانوا كيتخيلوا ليه شي حوايج. سيدي محمد بحال الا جا الاكتئاب والديبرسيون، بحال الا خايف. وبا عبد السلام لاحظها فيه، فبا عبد السلام باش يهدنو بغى يعاود ليه شي قصص وشي حكايات، فبقى تيعاود ليه على الجنه والملائكه، فاش الملائكه تيجي ويقبطوا الروح ويديوها وشي حوايج زوينين باش يطمئن الولد. ولكن الولد واخا هكاك اثرت فيه دوك الحوايج اللي شاف، راه مشكل مور مشكل، سيناريو مور سيناريو، فالدري بحال تلخبط ولا كيشوف شي حوايج، خاف وتقلق وجاتو الديبرسيون، وتخايل راسو ميات ودين وكيدفنوه، يعني عزينو هكا تيغسلوه وتيدفنوه، حتى نعس وبقى تيحلم بداك الشيء. قال لنا سيدي محمد ولا لوناغاتور قال لنا انه فاش نعس بقى تيحلم بداك الشيء اللي كان كيتخايلو. ومولا الزبيده فاش هو فاق الصباح ما خلاتوش يمشي للمسيد، حتاش كان بحال ضارب شي حاجه. سيدي محمد كان خايف حيتاش في هذا السن هذا اللي هو 6 سنين وشاف هذا الشيء كامل، اثرت عليه، اثرت على نفسيته، داكشي علاش كان مأزم. وديما تيبان لنا انه في القصه انه وحيد ومأزم وديما بوحدو وخالق عالمو ديالو بوحدو، فداكشي علاش اثرت، داكشي تيبان شخصيته هكا وحيده. هنا سيدي محمد غايقول ستوب ومشى صافي، مابقاش كيديها في الجارات والنمطيه ديالهم وداكشي اللي كيديروا في حيلهم، فمشى تيعرض القران اللي كان حافظه، بقى تيعرض شويه. جات عند امو عطاته واحد البراسلي ديال الكوير، دوك اللي كيتباعوا ب10 درهم غالبا تيبيعوهم دوك الافارقه، فبحال هادوك عطاتها لامو وفرح بها، ومشى للدروج كيفرح كيفرح كيفرح، وبقى كينقيها ويشوف كي دايره ويشوف فيها ويلعب بها. شويه جات عنده المشه ديال زينب بنت جارتهم، اللي ديك زينب اللي ما كيحملهاش سيدي محمد، فجات عنده المشه وبقى حتى هو تيلعب معاها وتيقيسها، وحط ليها داك البراسلي في عنقها. شويه اش غيوقع؟ المشه هربات، فسيدي محمد يسحب ليه بحال زينب هي اللي صافطات المشه باش تاخذ ليه داك البراسلي اللي عطاتو ماما.
انا سيدي محمد غيهبط وبدا يهلل يقول لها انت اللي حرشتي مشات تجي تاخذ لي البراسلي وهكا بدا تيدبز معاها واصلا كان باغي يعني يدبز معاها وما تيحملش فيها الزغبه كما كنقول ديما واحد التضاد بيناتهم. مهم دازت شي ايامات قربت عاشوره بقات ليها سيمانه تقريبا وشي شويه الفقيه ديال الجامع كلف الدراري الكبار باش يزينوا الجامع وسيدي محمد ما عجبوش الحال حيت الدراري الصغار قال لهم ما ديروا والو وحيت هو عنده 6 سنين فما عاونهم في والو وما قاد والو يعني بقى بحال هكاك ما عجبوش الحال حيت ما قاد والو كان باغي غير يزين ويقاد مع الاخرين. الغد ليه الفقيه غيقول للدراري الصغار انهم يجففوا ويشطبوا ومن بينهم سيدي محمد وقال ليه لسيدي محمد انت غتكون الكابيتان ديال الفرقه يعني انت اللي غتشرف عليهم انت هو بحال الرئيس. وعجبوا الحال لسيدي محمد افتخر براسو ملي رجع للدار فاش ملي رجع للدار واخا كان عيان من داكشي اللي دار داكشي ديال الجفاف والتصياق في المسيد ولكن عجبوا الحال وافتخر بها قدام والديه وشجعوه لالا زبيده والسي عبد السلام. الغد ليه في الصباح ماما لالا زبيده قالت ليه ما غتمشيش للمسيد اليوم غادي تمشي معايا نشري لك الحوايج بالمناسبه ديال عاشوره. ففرح وطلع للسطح كيتسنى وقتها تمو توجد راسها باش يمشيو وبقات يحلام ويسرح في الاحلام ديالو والتخيلات ديالو يعني وبقى تما كيلعب امه كتعيط 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 وهو كاع ما جاوبها فتقلقات عليه ومن بعد مساو الشوافة مولات الدار عيطت لالا زبيدة وقالت ليها غدا جيبي ليا معك واحد التوب. لالا زبيدة مشات يعني مشات هي ولدها سيدي محمد وفي الطريق تلاقات لالا عيشة عقلين على لالا عيشة صاحبتها وجارتها القديمة فقالت ليها الحمد لله مولاي العربي العلاوي راه وقف على رجليه ورجع يخدم من جديد. فرحات ليها لالا زبيدة وصافي مشات يعني صافي سدات مع الموضوع ومشات. وصلوا للقيصرية سيدي محمد بقى غير كيشوف دوك التواب ودوك الالوان ديال التواب فعجبوه بزاف. شويه وصلوا لواحد المحل وشرات ليه ماماه واحد التوب بقات كتاوى بقى كيعاود لنا على كيفاش كتاوى مع داك مول المحل انه يرخص ليها بقات كتاوى كتشطر معاه فخلاه ليها بالثمن اللي هي كانت بغات. ملي شرات ليه داكشي رجعوا في حالهم ونسات التوب ديال الشوافة اللي كانت وصتها عليه نساته. وصلوا لحدا الدار وبقى كيتشاوف هو وزينب بنت رحمة واحد الشوفات ديال ما كيتحاملوش. شوية هما يدابزوا من بعد فرقتهم امه وعاقباته لالا زبيدة مشى لواحد القنت وبدا كيتخايل راسو مالك وسخي بحال شي امير بحال شي واحد يعني عنده شي مكانة عالية. عيطات له امه تغدى من بعد عيطات له امه يتغدى ومشى كلا معاه واخا هو ما كانش حامل ياكل ولكن باش ما يزيدش يعصب امه مشى كلا. بقاو كيتغداو شويه سمعوا واحد جارتهم سميتها خديجه كتغني. هاد خديجه هادي واحد المراه صغيره في العمر زويونه في الملامح ومزوج بها واحد البنادم شارف سميتو سيدي عثمان. هاد عثمان كوزان هذا سيدي عثمان عنده واحد الثروه وهاد لاله خديجه هي اللي جمعاته يعني هي يدو اليمنى. مهم بقات كتغني ولالا زبيده كتغدى وبحال يعني ما مستغربه من كيفاش كتغني هاد لاله خديجه هاد الغنه ديالها. موراها بشويه العيالات غيتلاقاو مع رحمه قالت لهم نتوما راه ما عارفين والو على هاد خديجه مرات السي عثمان. فدارت لهم سيسبنس دارت لهم شويه ديال التشويق وبقاو عليها بقولي لنا قولي لنا قولي لنا شنو وقع قولي لنا حنباك قولي لنا. فعاودت لهم في اخر المطاف عاودت لهم قالت لهم راه الجمعه اللي فاتت هاد السي عثمان هذا خرج يمشي يشري الخضره يعني صفطاتو مراتو لالا خديجه مشي يشري الخضره واللحم فمشى عند القزار وتعطل حيت كانوا عنده الناس عامرين فبقى عنده تيحشي الهضور ليه تيقول ليه زعما باش يسربيه. واحد شويه جا حداه واحد الكلب واحد الكلب ومعاه هو معصب فضربو خدا ليه داك الكلب البلغه وهرب بها بقى هارب وبقى تابعو هاد عثمان هذا بقى تابعو باش ياخذ البلغه ديالو. فرجع البلغه ديالو من اللي رجع للسوق لقى كلشي باع ومشى فحالو يعني مول المليح باع وراح. وهو راجع شرى واحد الورده لمراته خديجه باش زعما ينسيها في التقديه اللي وصاتو عليها باش يجيبها ولكن هو راه عارفين البلان اللي قلت لكم شنو وقع ليه. واخا هكاك واخا جاب ليها الورده تقلقات عليه هادشي اللي عاودت لهم رحمه فتقلقات عليه وهذه هي القصه اللي قالت لهم رحمه زعما شنو وقع ما بين خديجه وهذا السي عثمان في الجمعه اللي فات. دابا
عاشورة قربت، العيالة تبداو يشريو البنادر والتعارج. السي عبد السلام بات سيدي محمد شرى الولد واحد الزمارة وبقى كيلعب بها. فرح سيدي محمد شوية، جا عنده واحد صاحبه سميته حموصة. هاد حموصة هذا كان صاحب سيدي محمد، يعني وراسه بحال الحموصة، واحد الراس عنده مكور مدور بحال هكا وبحال الحمصة يعني، فسموا عليه حموصة يعني راسه صغير بحال شي حمصة. فجاء عند هذا سيدي محمد وقال ليه، قال لك الفقيه هاجي تعاوننا نركبو التريات، دوك التريات دوك ديال الضواو هاجي عاوننا نركبوهم. مشى مع سيدي محمد وعاونهم، كانوا كلهم فرحانين وكلهم تيسربيو دغيا باش يرجعوا لدارهم، حيت داك حيت عاشورة هذه قربات يعني، كلشي باغي يرجع للدار باش يشوف داكشي اللي جاب ليه الوالد ديالو وداكشي. وفعلا قدو يساليو قبل المغرب ورجعوا قبل المغرب للدار ديالهم كلهم. فالقم مقلقة حيت طفاليهم داك الفانوس اللي كان شري ليه السيد عبد السلام، لقاها مقلقة وهذاك الفانوس سالت ليه الزيت شوية. داز جارهم من حداهم دريس العواد راجل رحمة، طلباتو قالت ليه لالا زبيدة ملي يكون راجع يجيب معاه الزيت اللي كتشعل داك الفانوس. ملي رجع السي عبد السلام من الدار ديالو من مور الخدمة، جاء عند سيدي محمد وقال ليه كان وعدك غدا غنفيقو الصباح ونمشي نشري لك اللعاب اللي بغيتي. فرح سيدي محمد وبدا كيحلام ويتخايل داكشي اللي غيشري ليه باه غدا في الصباح. فهكا بدا كيسامح كلشي اللي دار معاه خايب، حتى من زينب اللي ما تيحملهاش سامحها وقال وطلع ليه لادرينالين وقال لهم سمحوا لي كاملين وانا سمحت لكم. مهم المسامحه وكلشي. سيدي محمد الغد ليه في الصباح فاق هو وباه، فطروا فطورهم ومشاو للسوق. فدارو مزيان وشرى ليه اللعب اللي بغى وشرى واحد الشمعه باش يصيفطوها للفقيه. ومشاو لعند الحجام السي عبد الرحمن، واحد الحجام عندهم تما كيعرفوا السي عبد السلام، مشاو عنده باش سيدي محمد يحسن يعني حسن عنده. سيدي محمد ما كيحملش هذا الحجام هذا اللي سميتو السي عبد الرحمن، حيت من جوج حوايج ما كيحملوش، حيت عارفو غيختنو شي نهار ما غيزقل ليه يقول ليه شوف السماء وشوف طيرو هكا، وما كانش كيحملو حيت كيهضر على الناس بالخايب بزاف يعني كان نمام. بقى كيتسنى سيدي محمد نوبته، داك اللي كان كيحسن عنده قبل ما تجي نوبة سيدي محمد بقى شادو بالهضره وجرحوا في الحسانه. فسيدي محمد شاد في خاطره دابا وغيتسنى نوبته تجي، جات نوبته وحتى هو غادي يجرحوا الحلاق سي عبد الرحمن. المهم رجعوا للدار وسيدي محمد غياكل بالزربه وخرج يلعب مع زينب وصحابو بالبنادر وتعارج وينشطوا. ذاك النهار داز زوين عند سيدي محمد، لعب فيه دار فيه كل شيء ورجع للدار وغسلات ليهم واحد الغسلة، حكات ليهم زيان نقاته وهو ما كانش كيحمل الحمام فنقاته مزيان وغسلات ليه ونعساته. ففيقاته مع الثلاثة ديال الصباح الغد ليه ديال النهار دا عاشورة، ما قدش ينوض ولكن نوضاته ونوضو حتى باه سي عبد السلام. قال ليه اليوم عاشورة فيق، راه النهار زوين وغتلاقى بصحابك وغيكون نهار زوين. فلبسات ليه همو الحوايج جداد ولبس البلغه اللي كبيره عليه بنمره، شراوها ليه كبيره عليه شويه بنمره باش زعما يكبر فيها. كان عنده ما التفكير هذا ماشي غير حنا. فعطاه با 5 فرانك، مهم كندويو على ديك الوقت 5 فرانك راه شي حاجه، 5 فرانك هي ريال، هي اصلا 2 دريال كانت شي حاجه، فريال حتى هي راه شي حاجه. عطاه داك الريال مشى للمسيد. هذا النهار هذا كان منور عاشوره وكل شيء كيعرض القران وفرحان ومتحمس. عطاهم الفقيه 3 ايام عطله، اليوم سيروا تلاحوا مع راساتكم 3 ايام عطله. ورجع للدار كلا الفقيقسات والفئسات. كلا الكاطو وداه باه سي عبد السلام المولاي ادريس واحد الضريح باش يصليو. رجع سيدي محمد من الصلاة هو وباه وسمع لالا عيشة صاحبة ماماه وجارتها القديمة وماماه لالا زبيدة كيتهاودوا يعني كيهضروا بيناتهم ويتحدثوا. المهم هو جاه داك الغا ممل، داك الهضرة اللي بيناتهم مملة وما عندهاش قيمة، وسمع لالا عيشة قالت باللي راجلها راه ولا بخير ولا رجع يخدم وفتح محل ووقف على رجليه ولا يعني من بعد داكشي اللي كان وقع عليه مع داك الشريك.
واحد شويه لالا عيشه بدات تقرب للودن ديال لالا زبيده وبغات تقول ليها شي حاجه ولالا زبيده تفهمتها يعني فهمت شنو بغات تقول فصفطات سيدي محمد ما بغاوش يسمع يعني لالا عيشه ما كانتش باغا سيدي محمد يسمع شنو تقول لالا زبيده فصفطات لالا زبيده صفطات سيدي محمد الفوق السطح باش يلعب رجع بالليل للدار وما عرفش بالضبط شنو قالت لالا عيشه لالا زبيده مهم هذا الجو هذا اللي هما فيه كان واحد الجو سخون كان عندهم الصهد ديك الوقيته ومول سيدي محمد لالا زبيده كانت من ديما واحد المراه حادقه وكتخمل باش ما يجيوش البخوش والناموس وداك النمل ولكن هاد الحراره هادي هي اللي سببت في ان الدار يهجموا عليها البخوش فكتر في الدار البخوش وسيدي محمد ما حملش هاد القضيه هادي المهم جات واحد الوقيته سيدي محمد وصحابو اللي في المسيد مشاو مع الفقيه لواحد الضريح وصلاو تما سيدي محمد عجبو الانفتاح ديال الفقيه في هاد الفتره هادي المعامله ديالو كانت زوينه ولا ظريف مع التلاميذ وهو النيت يعني سيدي محمد فسي عبد السلام تلاقى مع الفقيه وسولو على سيدي محمد قال ليه الفقيه ان شاء الله راه كيقرا مزيان ان شاء الله يقدي ولي يقري وليداتنا وراه كيعرض القران مزيان يقدر يولي يعني داك الفقيه ديال المستقبلي ديال 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 داك المسيد يعني يولي هو يقري الدراري سيدي محمد ما كانش حامل هاد البلان هذا وما عجبوش الحال يعني هو اصلا ما باغيش يولي يقري شي دراري ولا شي حاجه فهو كان باغي غير يقرا باش يرضي والديه دازت ايام وبين سيدي محمد السي عبد السلام جاتو الفكره انه يقلب من جلالب للحايك باش يزيد زعما الارباح ديالو حيتاش الحايك كان كيتمشى اكثر من جلالب في ديك الوقت فجاتو هاد الفكره هادي المهم من نهار اخر سالاو الغداء ديالهم يعني كانوا كيتغداو والسي عبد السلام قال لمراتو اليوم غادي نشري لك سريتلات كان واعده بواحد سريتلات وقال لها اليوم كان واعدك انني نشري لك سريتلات دوك اللي بيجو فنقص سيدي محمد قال لهم سريتلات راهم بحالهم بحال الورد الشكل ديالهم بحال ديال الورد فبقاو تضحكوا عليه وسيدي محمد ما عجبوش هذا الحال هذا ما عجبوش الحال الحاجه اللي زعما الحاجه اللي كيديروا الناس الكبار هي الا كان شي دري صغير كيهضر بحال هكا وكان كيهضر من نيتو هما كيستهزؤوا به وكيعتبروه هضرته ساذجه المهم هو تقلق كما قلنا فمشى لواحد القنت وبدا كيتخايل العلاقه ما بين الورد والستريتلات بدا تيتخايل غير مع راسو امه كانت كتهضر مع فاطمه البزيويه ديك جارتهم اللي قبالة الدار ديالهم فاطمه البزيويه بقات كتقول لها لالا زبيده انها يعني توافق تمشي معها يشريو الستريتلات فمشاو مع بعضياتهم مور العصر السي عبد السلام مشى معها وجارتها فاطمه البزيويه وسيدي محمد فوفى لها بالوعد ومشى باش يشري لها السريتلات اللي وعدهم بها مشاو مع واحد السمسار يعني باه شد واحد السمسار باش يمشي معاهم ويوريهم فين يشري وشنو يشريو ولكن هاد السمسار طلع مخ الويض فبدا كيوضرهم يعني كيديهم ويجيبهم وكيخلوط فيهم السي عبد السلام تعصب وضرب معاه يعني دابز معاه هاد الصداع وداوهم بجوج لدار القاضي وهذا الشيء زعزع على لالا زبيده وسيدي محمد يعني صدمهم بقاو كيتسناو السي عبد السلام وقتاش يرجع ما رجعش فمشاو للدار وبقاو كيبكيو وكيتسناو يعني خافوا عليه بقاو كيتسناو وقتاش يرجع وواحد شويه رجع السي عبد السلام للدار وجاب معاه دوك السريتلات لمراتو اللي وعدهم بها وصافي حل المشكل وقال لهم مالكم كتبكيو ما تبكيوش دار فيهم بحال هكا قال لهم ما تبكيوش راه ما كاين والو لالا زبيده ما حملتش هاد السريتلات قالت لراجلها سبحان الله هاد السريتلات هادو راه قدامهم قدام النحس يعني ما بغيتهمش انا يعني طريقهم خايبه غير سير بيعهم غدا لالا زبيده كرهات هاد السريتلات يعني وصافي صفطات راجلها يبيعهم الغد ليه سيدي محمد جاه كابوس في الليل يعني جا واحد الكوشمار بسبب هاد الشيء اللي وقع ناض الصباح فيه السخانه وقال ليه باه صافي غيبقى في الدار بلا ما تمشي للمسيد وحتى امو قالت ليه غيبقى النهار كامل غتبقى النهار كامل في الفراش فجات لالا عيشه لعند لالا زبيده وعاودت ليها على شنو وقع لراجلها في السويقه على حساب دوك السريتلات يعني مع داك السمسار وشويه لالا عيشه قالت ليها واحد الخبر قالت ليها راه مولاي العربي العلوي داك الراجل اللي كنت انا عاونته باش يوقف على رجليه وعاونته باش يولي يرد المحل ويخدم
راه غدرني ومشى تزوج وحدة أخرى يعني سمح فيها. وهذا الخبر زاد السخانة لسيدي محمد وما عجبوش الحال، فزاد لي السخانة وزاد مرض. سيدي محمد بقى طايح في الفراش حتى الليل عاد توقد. تقلقت عليه ماماه لالا زبيدة وبا عبد السلام، يعني تقلقوا عليه يعني بحال جاهم مرضة خايبة. ولكن في الليل توقد شوية وفاق ليهم. السي عبد السلام كيفات لينا قلنا انه كان قرر يولي يبيع الحايك بلاصه الجلالب، يعني داك الحايك كيتمشى دونك هو قرر انه يقلبها حايك باش يربح شويه الفلوس ونيت يكون راسه مزيان. فعلا مشى للسوق واحد النهار باع كل شيء، ديك السلعه ديال الحايك كلها تبعت ليه وخذ الفلوس. ولكن وهو راجع من في الطريق ديالو للدار طاحوا ليه الفلوس كاملين ديال الحايك والفضل وباش غيخلص الخدام وش الحوايج. السي عبد السلام تحنسر وما عنده كيدير يرد الفلوس، فقرر انه يمشي للباديه باش يخدم ويجمع شويه الفليسات. قال لمراته علمها، قال لها شوفي انا غنمشي للباديه غنجمع شويه الفليسات نكون راسي ونرجع ان شاء الله. وهذا الشيء اللي دار. وصل واحد الصباح السي عبد السلام كيطا لا كونفرساسيون من الدار، فمشى وسيدي محمد حس بالوحده من اللي باه مشى، وواحد الفراغ جاه، يعني واحد الفراغ عاطفي وواحد الفراغ في الدار. واحد شويه جات عندهم فاطمه البزيويه ديك اللي ساكنه جارتهم قبالتهم باش تعطيه واحد المشروب، حيت سيدي محمد كان باقي شويه مريض، فعطاته واحد المشروب باش يبريه. ومشروب كيكون فيه الزعتر والكمون، المهم ديك خلطه ديال العيالات ملي كيبغيو يبريو شي بنادم. فعطاته ليه وبزز باش شربو حيت ما ضاقو كان في شكل، وحنا ديما ما تنشربوش داكشي تيكون مر ولا، ولكن في الاخر راه شربو، يعني شربو باش يبرى. سيدي محمد تكى وماماه قالت ليه شوف ابقى متكي انا غنمشي عند خالته عيشة ديك اللي كانت تجارتهم قديمة نشوف كي بقات من داكشي اللي دار لها راجلها. المهم مشات وهو جاه الملل وشد ديك الطاسة لابواطا ميغفي وبقى عايش عاوتاني في العالم ديالو. ولكن هاد المره ما حش بديك الحلاوه ديك النشوه، يعني داك الخيال الزوين وانه امير وسخي وهادي ما حش بديك، بحال الا فقدوا القيمه ديالهم دوك الحوايج اللي في الطاسه. حيت هادشي علاش؟ حيت باه كان مشى دونك فقدات ديك الطاسه القيمه ديالها، ديك دوك الحوايج اللي كيتخايل. رجعت امو وديك الليله جاه الأرق ما جاش النعاس، بقى كيتحرك ويتقلب يتقلب حتى نعس آخر المطاف نعس. في الصباح ديال الغد ليه نوضات أمه وقالت ليه غنصاوب الحبيبي لوملات اللي كيبغي، حيت سيدي محمد كان عزيز عليه واحد لوملات كانت كتصاوب أمه. وخرجاته قالت ليه غنخرجك للضريح نطلبوا الوالي باش سيدي محمد يبرع. فطروا ومشاو للضريح ومن بعد دازوا عند لالا عيشة. العيالات بقاو كيدويو لالا زبيدة وعيشة لالا عيشة، فبقاو تيدويو بحال هكا تيتحتتو. وخرجوا يمشيو عند واحد الشواف سميتو سيدي العرافي، قرروا يمشيو عنده يشوفوا هاد الأحزان والمصايب اللي طاحت عليهم على ريوسهم منين جات ومن هنيت تشوف لالا عيشة كيفاش ترد راجلها. وصلوا للدار ديالو هاد سيد العرافي، وصلهم واحد الدري صغير ودخلوا لعندو. سيدي محمد بقى كيشوف ويحقق وهو كيشوف ديك الطاسه اللي كيستعملها الشواف. دونك هاد السيد العرافي هاد الشواف عنده واحد الطاسه جات لسيدي محمد بحال لابواط اميغفي. هاد الطاسه كيكون فيها البيض الزاج شي حاجه بحال هكا، يعني الانسان تيبقى يقلب اللي جات فيه، يعني جا فيه الزاج غيقول ليه شنو عندك، جا فيه هادي يقول ليه شنو عندك، داكشي بحال ديال الكارطه ها قلبيها تخماميها باش ياتيني الله وكتعزل. وكما قلنا سيدي محمد فكراتو هاد الطاسه هادي في لابواط اميغفي. المهم سيد العرافي شير سيدي محمد هو الاول، قال ليه هز من ديك الطاسه. سيدي محمد هز واحد الكره ديال الزاج، كره ديال الزاج صغيره، وقال ليه سيد العرافي ملي تحس بالوحده والملل ارجع للداخل ديالك وقوي راسك براسك. سالت نوبه سيدي محمد، جات النوبه ديال لالا عيشه. هزات لالا عيشه واحد الكوكياجه، يعني بقات كتعزل هزات واحد الكوكياجه وعطاتها له وقال ليها سيد العرافي هذا الشيء غيفوت وغيرجع كل شيء زوين، راه كل شيء غيتقاد وكل شيء غيولي بخير. وجات النوبه ديال مات سيدي محمد لالا زبيده وهزات واحد الجوهره ديك الالماسه بحال الالماسه هي، فعطاتها له يشوفها وقال ليها خاصك تبقاي تزوري الاضرحه والاولياء الله الصالحين.
وخرجوا من عند الشواف. صافي قال لهم داك الشيء خرجوا من عند الشواف هذا السيد العرافي، بقاو غاديين وسيدي محمد كيلعب ويضرب في رجليه وفرحان. واحد شويه مشى مورا ماماه تخبى هكاك فجاه، فسولته علاش علاش تخبيتي علاش جيتي مورا الحيك ديالي؟ قال لها الفقيه راه شفته دايز من هنا، فإلا شافوا الفقيه دابا سيدي محمد تخلع، إلا شافوا الفقيه يقول لي كيفاش انت مريض وخارج. قالت ليه امو يعني زبيده، قالت ليه هانيه انا نقول ليه غير خرجتك نشوف لك شي دواء ونشوفك كيفاش تبرا وترجع للمسيد. فقال لي راه كيما عرفها والو الوالده راه هانيه، يقول لك هانيه ولكن ملي نمشي عنده ديك الساعه غيوريني هانيه كيفاش دايره. المهم بقاو غاديين شويه وسيدي محمد غيشوف الرمان كيتباع. سيدي محمد بقى تيبكي ولكن ماما ما بغاتش تاخذ ليه الرمان، وقالت ليه راه مازال ما طايب، راه داك الرمان باقي ما طاب دونك غيضرك في كرشك. رجعت للدار ولا لا زويده قالت لجيرانها باللي مشات للاضريحه، ولكن ما قالت لهمش باللي مشات عند السيد العرافي داك الشواف، باش يعني ما علاش هي قالت هادشي هذا؟ حيت هي اصلا ساكنه الشوافه وما جات الشوافه اللي ساكنه عندها انها تقول لها راه مشيت عند شواف وانت حدايا وانا ما مشيتش ما جيتيش عندي، دونك خافت لي نوض شي يعني تقلق عليها ديك الشوافه اللي سميتها خالتو كنزه، وكتمات نيت باش الامور تقضى يعني داكشي يجيب مفعول. هادشي علاش كتمات لالا زبيده لجيرانها باللي مشات هي ولالا عائشه لسيد العرافي. داز نهار لالا زبيده شدات ولدها سيدي محمد قالت ليه ما غتبقاش تمشي للمسيد حيتاش بغيتك تواسيني وتبقى مونسني وباش ما تحسش بالوحده، فراجلها راه ما كاينش يعني ما خص ما تحسش بالوحده، دونك قالت ليه غتبقى معايا ما غتمشيش للمسيد. وبقاو كل سيمانه كيمشيو لاي ضريح، ففاس معروفه بالاضريحه واولياء الله الصالحين، مدينه زوينه باولياء الله الصالحين. دازت ايام، واحد النهار دق واحد الراجل في الدار ديال لالا زبيده، تخلعات يعني قالت اوه شكون هذا ياك ماشي واحد كيتصل راجلي ونصدقوا في شي. المهم في الاول تخلعات ولكن في التالي حلات ولقاته مرسول من عند راجلها سيدي عبد السلام، وقال لها راجلك راه بخير وراه صافت لك معايا هاد التقديه هادي. المهم صافت ليها الزيت البلديه الفلوس و12 البيضه والزبده، وفرحات لالا زبيده بهاد هادشي اللي صافت ليها راجلها. حياه بسيطه وزوينه. المهم 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 لالا زبيده بارطاجات هاد 6 البيضات، هو عطاها 12 البيضه يعني صافت مع 12 البيضه، بارطاجات 6 البيضات مع جيرانها وبقاو عندها 6 البيضات. وواحد شويه جات لالا عائشه النيت، جات في هذا الوقت المناسب فين جا هذا الشيء هذا، ولالا زبيده طيبات ذاك البيض وكلاوه وارتاح يعني كلاوه وتصنطوا لعظامهم. لالا عائشه عرضت على لالا زبيده الغد ليه باش تمشي عندها. لالا زبيده قالت لها علاش؟ قالت لها لالا عائشه مفاجاه. مهم مشاو الغد ليه، شوفوا هذه المفاجاه هذه كي دايره، ولقاو لالا عائشه كتجري على الدبان. قام دابزه مع الدبان، فصوبت لهم لالا عائشه اتاي وبقاو كيهضروا هكا حديث ديال العيالات. لالا عائشه ولالا زبيده جالسين تتحتجوا. وشويه جات عندهم سلامه، سلامه واحد المراه كتزوج الناس هذيك الوقيته في فاس، وباقي حتى لدابا كاينين عيالات اللي كيتوسطوا يعني كتكون وسيط ما بين راجل ومراه يعني تتزوج بيناتهم. فهاد سلامه هذه جات عندهم وقالت لالا عائشه انا كنتاسف وانا كنعتذر حيت لقيت ما بين مولاي العربي العلوي راجل لالا عائشه في السابق وبنت الحلاق يعني ديك بنت الحلاق مراته الثانيه، وقالت لها راه غيطلقوا غيطلقوا ما فيهاش حيت بنت الحلاق مفشه بزاف، ومولاي العربي العلوي حكى لهاد سلامه هذه باللي راه مضرور مع مراته الثانيه. في ظل هاد الهضره ديال العيالات سيدي محمد جاه بيبي وقال لماما نمشي ندير بيبي وصافي. قالت ليه اوكي كونفيرمات، وملي مشى دار بيبي نسى الباب ديال الطواليت محلول، فناضت واحد الجاره كتغوت وقالت ليه انت غير ضيف ودرتي هكا، وقال لها وانا جيت عند لالا عائشه ماشي عندك. قالت ليه غنقطع لك ودنيك وهادي، فبقات يبكي وخرجوا الناس حتى لالا عائشه ولالا زبيده، ودبزت مع لالا عائشه وحتى لالا زبيده قالت لي علاش تدوي مع الوالد واش قدك، ولكن تدخلت سلامه وقالت لهم هذا راه دري صغير يعني ما تكبروش الموضوع ما ديروش من الحبه قبه،
وعطات لسيدي محمد واحد الحليوة بحال هكا باش يتهدن وما يبكيش يحبس البكا، ورجع كل شيء لدارو. وهاد سلامة رجعت كملت الحديث ديالها مع الزبيدة ولا العيشة، فقالت لهم راه محناه وكتطلب ليه الحاجة الغالية ديما ومضرور معاها حيت هي صغيرة وحمقة شوية ومفششة بزايد، يعني مفششة بزاف، وما كتطيبش الغدا حتى تفيق لشي وقيتها وكتفيق مع الطلا. دونك هاد سلامة هادي كتأكد لهم باللي غادي يطلقوا غادي يطلقوا ما فيهاش. فشوية جات واحد الجارة سميتها زهور، طلبات شوية ديال اتاي للعيشة، بغات تطلب هاك للعيشة وما خلاوهاش تمشي، فبقاو عليها خاصك تبقاي معنا بقاي معنا، وجلست حتى هي تتسمع لهاد سلامة هادي. فهاد زهور هادي حتى هي مشات مع سلامة في الهضرة وكونفيرمات الهضرة ديالها، فأكدات قالت لها باللي راه غيطلقوا وصافي، راه هادشي باين باللي كيمجد باللي غيطلقوا. وشويه بداو العيالات كيهضروا على العائله كامله ديال هاد مرات العربي العلوي الثانيه، يعني هاد بنت الحلاق هادي وتيدوي على الحلاق يدوي على ولاو تيهضروا عليهم بحال هكا تينمموا فيهم بالخايب. سيدي محمد في هاد الاثناء هادي جاتو واحد الفكره اللي من الصغر كان باغي يديرها، وهي انه فكر يكتب اغنيه على ملي كيرجعوا لي كوبل لبعضياتهم. ملي كان صغير هو كان باغي يكتب اغنيه، ومن الصغر عنده هاد الفكره هادي، وحيت هو مبهور بالانوثه ديال هاد الزهور هادي اللي جات تطلب اتاي، فبغى يدخلها في الاغنيه، بغى يدخل سميتها سميت زهور في الاغنيه حيت عجباتو الانوثه ديالها ورقت ليه. دازت الايام وسيدي محمد خرج حدا الدار كيسمع البنات والدراري كيغنيو. واحد شويه بان واحد صاحبه في المسيد سميتو علال اليعقوبي، فهاد صاحبه هذا في المسيد جا من عند الفقيه باش يقول ليه باللي راه خصك ترجع وفينك راك غبرتي. فمشى كيهرب سيدي محمد باش ما يشوفوش راه جالس في الدار صحيح في صيحتي تصنت البنات والدراري تيغنيو. دق في الباب ديال الدار، جاوبته امو لالا زبيده وقالت ليه راه باقي مريض يعني ما يقدش يمشي للمسيد، وصافي عوج بحالاته. مشات مع الصبا تقلب على سيدي محمد. شويه جات زينب كتلهت كتجري وقالت لالا زبيده بلي راه السي عبد السلام راجل لالا زبيده راه شافته زينب في السوق. شويه فعلا سي عبد السلام دق في الباب وهو اللي جا، يعني راه فعلا الهضره ديال زينب راه صحيحه. فجا وجاب معاه الدجاج والبيض والزبده وداكشي اللي كيكون في الباديه، وكلهم فرحوا ليه، سيدي محمد لالا زبيده الجيران كلشي فرح ليه. وجا دريس العواد راجل لالا رحمه ام زينب، وسلم عليه وعرض عليه يشربوا شويه د اتاي، وقال ليه راه مولاي العربي العلوي حتى هو طلق مراتو الثانيه، مهم راه دو توت فاسون غير رجع لمراتو الاولى اللي هي لالا عائشه، يعني ولات الفرحه فرحتين. المهم القصه فيها نهايه سعيده، وجا داك الشيء زوين بزاف، يعني الرجوع ديال سي عبد السلام للدار، ومولاي العربي العلوي طلق مراتو الثانيه، ويعني في اخر المطاف غيرجع لمراتو الاولى. فمشى سيدي محمد بهاد الفرحه هادي جبد لابواط امير فاي، وتخيل دوك الشخصيات وتخيل راسو امير، رجعت ليه ديك الحلاوه اللي كان فقدها ملي مشى باه من الدار، وبقى كيتخيل راسو امير وداكشي اللي كان كيتخيلو ديما، ديك حالته الزوينه اللي كان كيتخيلها ملي يكون في لابواط امير فاي، يعني يكون شاد لابواط امير فاي. هنا كتسالي القصه ديال لابواط امير فاي. شكرا بزاف على الاستماع ديالكم، شكرا بزاف على التقبل ديالكم لهاد القناه ولهاد الفيديوهات، وكنبغيكم من القلب والله الا كنبغيكم من القلب، ونتلاقاو في حاجه اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.